السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسمع كتير ان برامج البيم وخصوصا الريفت ملهاش دعوة في العمارة العضوية او ملهاش دعوة بشغل الاورجانيك او هي كلها بس خطوط مستقيمة. طبعا كلام جميل جدا، خلينا نشوف هل الكلام ده صحيح ام لا. طيب خلينا عشان نبدأ الشغل بتاعنا هبدأ ارسم ريفرنس بلان بالشكل دوت، وعشان نقدر نتحكم فيه هبدأ اديله اسم اسميه مثلا ايه، واروح هنا بقى للاست تمام او للنورس بالشكل دوت. طيب انا عندي الابعاد ديت، عندي ممكن نرسم دور كمان، اقول له هنا ان انا عايز ارسم ليفل بالشكل دوت. ودلوقتي بقى هروح لماسنج اند سايت واقول له انا عايز ارسم امبلس ماس، اوكي اوكي، واقول له ان انا عايز ارسم على الريفرنس بلان اللي اسمه ايه، واجي هنا في الموديل وهبدا اقول له ان انا عايز ارسم السبي لاين تمام. ممكن اقول له السبي لاين هوت مثلا، هنرسم حاجه بالشكل دوت تمام. طبعا الشكل ده نقدر نتحكم فيه بسهوله جدا اهو. بالشكل دوت تمام. طيب الخط دوت عايزين نبدا ننسخ منه كذا شكل، فاجي هنا في ليفل 1 وابدا اشوف الخط دوت وابدا اسحبه واقول له كوبي من هنا لهنا تمام. كوبي واقول له اشيل الكونسترين واقول له واحد كمان اتنين خلينا نشوف 3D هتطلع معايا بالشكل دوت. طبعا كل واحد من دول اقدر اتحكم فيه بشكل قوي، يعني ممكن تيجي هنا وتقول له طب غير لي الشكل كده، غير لي اهوت دوت اهو مثلا اهو وبعد كده تبدأ تعلم عليهم كلهم وتقول له كرييت فورم، فيبدأ يعمل فورم بينهم. طبعا في أي وقت تقدر تعدل زي ما انت عايز، كل خط منهم تقدر تعدل في الشكل وتطلع أشكال جديدة زي ما انت عايز. طيب بعد كده هقول له فينيش ماس. طيب لو انا جيت هنا في ارتكشر وقلت له ان انا عايز اعمل هنا الروف، غالبا مش هيوافق. طيب ممكن نقول له من ارتكشر وول ونقول له وول باي فيس، عمل لي الوول بالشكل دوت الكتلة بتاعت المبنى. طيب لو انا جيت عملت سيلكت كده هتقول له فلتر وتقول له انا عايز الماس، اوكي. الماس في اي لحظة تقدر تقول له edit وتقدر تعمل select وتقدر تعدل زي ما انت عايز ويتعدل معاك الشغل هوت. finish mass وبعد كده تعلم على الحيطة وتقول له update to face، فيبدأ يعدل لك الشغل على حسب التعديل الجديد اللي انت عملته.